اجيت اجيت اقوب اراك اراك اقوب قلبي على نار نخجاتشي ميرسي ميرسي اقوب اهلين اقوب صباح خير صباح الخيرات خلينا نمشي الله يخليك تاخرنا كثير والله بده بمشي بس هلا بناكل لما بنفطر وبنروح طيب اقوب احكي لي يعني شلون شغلك شلون قضيتوا هاي السنين اللي مريت ماشي الحال مثلنا مثل كل هالعالم دبرنا حالنا والله كله تعب يعني الحمد لله كابوسه وراحت اي والله انا كل الوقت يا يعقوب كنت ظنين انه اللي عم بيصير معنا هو كابوس ما هو حقيقه سيدي هذا نصيبنا ليش اللي صار فيكم قليل اي والله شغله ما بتدخل بالعقل اللي صار معنا صار مع الكل بس أنا دائما بفكر إنه هاي العيشة اللي عشناها رايحين نتعلم منها أنا الخايف منه إذا ما تعلمنا من هيك درس شلون نتعلم تعلمنا تعلمنا إيه إن شاء الله آخر موضع نقدر نسأل عليه بالسيارة أوف السنة جوا بعيد كتير زين زين لنمشي يا رب تفضلي تفرج تفرج ايش عايب لي يا حرام الشو خرب الدنيا قال الشو بده يدخل على الجنة لك حدا بيخرب الدنيا مش هيدخل على الجنة الشو العالم مين هدول فرج فرج Thank you.
Thank you.